بيتي وسمعتي أهم، وجات لي رسالة إلحقوا حلم بكرة، وكان بيتاون في حق نفسه. نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بيكشف مفاجأة مثيرة عن الراحل حلم بكرة واللحظات الأخيرة في حياته. تصريحات مثيرة من مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، كشف خلالها اللحظات الأخيرة في حياة الراحل حلم بكرة. وقال مصطفى كامل في تصريحاته: أنا كنت بحب حلم بكرة وهو بيحبني، ومن فترة كبيرة قلت عندي بيتي وولادي وسمعتي أهم، فمش هدخل في أي حاجة تخص حلم بكرة. لحد ما نادية مصطفى بعتت لي رسائل صوتية: مكانها الوحيد القانون، حاجات فوق ما عقلك يتخيل، الحقوا حلم بكرة. وقال كمان مصطفى كامل: حلم بكرة كان بيتاون في حق نفسه وبيطلبني اتدخل وبعدها يتاون وهكذا، وانا تعبت، انا كنت بتفرج زيكم وبيجيلي رسائل الحقوا استاذ حلم بكرة. وسألت ابنه هنا، قالوا اه، وما سألتش عن ابوه، وقالوا لي عايز يكلمني، قلت لهم يكلمني ليه؟ الراجل ينتهي. قلت لها: ليه يا نادية عايزة تدمري حياتي وحياة ولادي؟ هو بعت لي رسالة انه عاوز يتواصل معايا. قلت له: ايه المطلوب مني؟ انت كده موجود في مصر وما سألتش على بابا ليه؟ وقال مصطفى رد هشام وقال لي: عندي شوية شغل وهخلص واجي. وللأسف نزل بعد كام يوم بس، كان خلاص اليوم اللي كان نازل فيه هو اللي توفى والده فيه، وطلب مننا يدفن والده، وطلبت منه يبعت الطلب ده في رسالة صوتية ليا، وانا هقوم بدوري كنقيب واظهرها للرأي العام. كمان قال مصطفى كامل: عزاء الراحل حلم بكر كان محل اللغز واستياء من الكثير، نظرا لما بدر من هشام حلم بكر ودخول العزاء بجردات، الى جانب الصور والضحك من اقارب الراحل حلم بكر، وكنت اشعر ان هناك حلقات كثيره مفقوده وغير مفهومه. انا ما كلمتش مرتضى منصور، لكن بعت رقمه لابنه. انا شبعت من حوار حلم بكر وتعبت منه، وانا مش صغير. هو كان كل اللي فارق معاه بنته كانت نقطه ضعفه وهو اتلعب بيها، وكان لا يقبل من أي حد أنه يتكلم عنها، هي كانت هدف أنه يعيشه. وكشف مصطفى كامل مفاجأة مثيرة وقال: نقابة المهن الموسيقية هي من تكفلت بكل إجراءات العزاء للراحل حلم بكرة، وأعلنها كل ما قدمته النقابة لا يساوي ما قدمه الموسيقار الكبير حلم بكرة للفن والموسيقى والنقابة، ولا يمثل مزورة واحدة لحنية قدمها للفن. في ناس كتير غيرانة على حلم أكتر من ناس قريبه، وأنا كنت حزين عليه أكتر من ابنه واخواته. وفي الجنازة والعزاء اتعمدت اني ما اشوفش اي حاجة علشان ما ضايقش نفسي ولا اتدخل، انا قررت ابعد عن ده كله. واضح ان رحيل حلم بكر لسه وراه كواليس كتيرة واسرار غير متوقعة. مش بس كده، لكن كمان في الساعات اللي فاتت كان في تطور في ازمة رحيل حلم بكر، وهو تقدم نجل الراحل ببلاغ للنائب العام للكشف عن طبيعة وفاة بكر، خصوصا ان نجله شاكك ان الوفاة كان فيها شبهة جنائية.